أولا أنا وحتى حلم أهلي، لأنهم هم دعموني مرة في هذا المشوار، وهم من يعني كانوا أوائل الناس اللي دعموني حتى في المدرسة، لما المدرسة كانت تتشكى على أني ألعب كرة كانوا يدعموني، وهم اللي دوروا لي نادي ألتحق فيه، وهم اللي يعني ساعدوني إلى ما وصلت للمنتخب. صراحة بدايتي في كرة القدم كان في صعوبات، ومنها أنه مو كل الناس كانت تتقبل، لكن من ناحيتي عائلتي وأصدقائي كانوا دائما يشجعوني، لأنه في النهاية هذا كان شغف وحلم لي من أنا وصغيرة. And the potential is there, yes, because they've been playing the game, not just right now, they haven't started. They've been playing this since 2006, which nobody believes. It was behind closed door. It was not official from the Football Federation.